أهلا بكم. قال البنك الدولي في تقريره بشأن التنمية والمناخ في العراق إن العراق يعد من أسوأ البلدان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مسجلا أي العراق مستويات قريبة من الدول الهشة كسوريا وليبيا واليمن، كما سجل مراتب متدنية في 4 مؤشرات حوكمة هي الفعالية الحكومية والجودة التنظيمية وسيارة القانون والحد من الفساد. ورجح التقرير أو تقرير البنك الدولي بقاء الفقر في العراق وفق خط الفقر الدولي البالغ 3.2 بالعشرة دولار بين العامي 2025 و2040 في غياب الإصلاحات الهيكلية. وأعاد تقرير البنك الدولي التذكير بأن النظام التعليمي في سبعينات القرن الماضي كان أفضل نظام تعليمي في المنطقة، لكن في العام 2017 سجل 3.2 ملايين طفل من خارج الدراسة خارج المدرسة. وأكد التقرير أن الهجرة المتزايدة للمجتمعات المنهكة بالجفاف في جنوبي العراق إلى المدن الكبيرة بحثا عن سبل عيش مستدامة سيفاقم تدهور الريف ويزيد العبء على هذه المدن. تقرير البنك الدولي واستمرار الفشل الحكومي العام بعد العام 2003 هو الذي سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار، والتي سنطرح فيها الأسئلة التالية: كيف صار العراق من أسوأ بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومماثلا للدول الهشة كسوريا وليبيا واليمن كما يقول تقرير البنك الدولي؟ وإلى ما استند البنك الدولي في توقعه ببقاء العراق تحت خط الفقر بين عامين 2025 و2040 وغياب الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية؟ وما التداعيات الاقتصادية والاجتماعية المستقبلية للهجرة المتزايدة للمجتمعات المنهكة والمجهدة بالجفاف في جنوبي العراق إلى المدن الكبيرة؟ وما هو المطلوب أو وما المطلوب حكوميا لسد الفجوات التنموية التي أشار إليها تقرير البنك الدولي في ضوء حاجة العراق للاستثمار والتمويل على المدى الطويل؟ ضيوف الطاولة: رافع الفلاحي، هداب فالح الكبيسي، زياد الهاشمي. الاقتصاد الريعي المعتمد على النفط وتدمير القدرات البشرية والانقسامات المجتمعية وانعدام المساواة، كلها قنابل موقوتة لانفجار محتوم على المشهد العام في العراق ولا سيما السياسي. تحت هذا الملخص فصل البنك الدولي في تقرير له حول تغيرات المناخ والتنمية في العراق، متناولا أسباب تدهور أوضاع العراق ومآلات هذا التدهور. ابتداء من التنمية، يذكر التقرير أن النظام التعليمي في العراق يعد من أضعف الأنظمة في العالم، إذ إن الطفل المولود في العراق لن يصل إلى أكثر من 40% من إمكاناته، بما يعكس مستوى منخفضا من رأس المال البشري. كما أن الاعتماد على النفط يستمر في تدمير القدرة التنافسية التصديرية للقطاعات غير النفطية التي تعتبر مهمة في إنقاذ البلاد من سلبيات الاقتصاد الريعي. وبالنسبة للمناخ، ذكر التقرير أن التغير المناخي يهدد العقد الاجتماعي الذي تآكل أساساً بسبب الفساد والمحسوبية، ما تسبب بارتفاع نسبة الفقر التي قد تبقى سائدة في الوسط الاجتماعي العام حتى عام 2040، حيث أثر التغير المناخي على سكان أصحاب الأرياف والعاملين بالزراعة وتربية المواشي، ما تسبب بهجرات متعددة نحو المدن وإلى خارج العراق أيضا. مسببات التغيرات المناخية لا تتوقف فقط على الجفاف، وإنما بالدرجة الأولى على التلوث الكيميائي والنفطي، إذ إن حرق الغاز المصاحب للنفط ضيع على العراق فرصة الاستفادة منه أولا، وتسبب بمضاعفة نسبة التلوث البيئي الذي أحدث تغيرا مناخيا وصل إلى مراحل خطيرة قد تهدد الحياة بشكل عام في عدة مناطق عراقية. أمام التغيرات المناخية وانعدام التنمية، تقف الطبقة السياسية متجاهلة هذا الخطر المهول، وتصر على اتباع سياسات خاطئة تفتقر للرؤية الإدارية، إذ إن بقاء العراق في هذه الحالة يلائم بيئة الفساد التي تريدها العملية السياسية. أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار. هذه الحلقة ستبحث في تقرير البنك الدولي عن الفشل العام في العراق بعد العام 2003. ضيوف الطاولة: الدكتور رافع الفلاحي، الكاتب والباحث السياسي،
هنا في الاستوديو، وسيكون معنا أو ستكون معنا عبر سكايب من العاصمة الأردنية عمان الدكتورة هدى فالح الكبيسي الأكاديمية والباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية، ومعنا عبر سكايب من لندن الخبير الاقتصادي الأستاذ زياد الهاشمي. أهلا وسهلا بالضيوف الكرام جميعا، حياكم الله. نبدأ مع دكتور رافع. دكتور، الحقيقة الواقع والتقارير المحلية والدولية ومنها تقرير البنك الدولي يتحدث عن فشل عام على كل المستويات في العراق، والوعود التي قدمت في بداية تشكيل الحكومة كانت وعود عريضة بقيت حبر على ورق، على الرغم من مرور أكثر من حوالي 7 أشهر على تشكيل حكومة، على الرغم من أن الحكومة هي حكومة الميليشيات التي تمسك بالعراق وتدير على كل مفاصل، هذا الفشل المستمر لما؟ بسم الله الرحمن الرحيم، حييك أستاذ ماجد وحيي ضيوفك الكرام. أهلا وسهلا. حقيقة دعني أبدأ هكذا، يعني من يعطي شهادة مثل ما تسمى شهادة حسن سير وسلوك للحكومات أو للدول؟ نعم. الذي يعطي هذه الشهادة هو إنجاز هذه الحكومات، إنجاز هذه الدول بكل مفاصلها ومؤسساتها، والذي يؤيد هذا هو الشعب عندما يرى المنجزات موجودة على الأرض ويتمتع بها وتعود عليه بالفائدة. هكذا تعطى الشهادات لهذه الحكومة، ناجحة أم فاشلة، هذه الدولة فاشلة أو ناجحة. ذلك البنك الدولي في تقريره يقول دولة فاشلة، يعني هذه عبارة دولة هشة هي تجميل لعبارة دولة فاشلة، فجملوها وقالوا دولة هشة الحقيقة. فأنت أمام هذه الحالة خلال 20 سنة تنظر إلى الإنجاز، ما هو الإنجاز الذي يعطي لمن يحكمون العراق الآن منذ 2003 لحد الآن شرعية بالوجود والاستمرار بالحكم؟ هو الإنجاز، لكن لا إنجاز في العراق الحقيقة. كل ما يحصل هو ضياع لكل موارد العراق، ضياع لبناه التحتية، ضياع لشعبه، ضياع لمستقبله، لحاضره ومستقبله. عندما نتحدث عن البعض عندما يقول إنه هذه الحكومة حكومة جديدة بشكل جديد، برؤى جديدة، بإنجازات جديدة، وكأنها نزلت يعني من كوكب آخر، البعض يتحدث لنا يقول هذا رئيس الوزراء يعني ابن حمولة، والبعض يقول أنه يعني من عراقي الداخل، كأنه يعني ابن حمولة وعراق الداخل هي هذه التي ستقنع العراقيين بأن الوضع قد تغير، وأن الوضع وما علاقة أن يكون من الداخل أو من الخارج، إنه إن لم يكن هو مدرك لحجم المسؤولية، مدرك لعراقيته، مخلص لعراقيته، مخلص للعراقيين. هذا حديث آخر، وهذا حديث معيب الحقيقة، لا يمكن القبول به. أما الإنجازات التي تتحدثون عنها، فأنا أعود مرة أخرى، من يعطي يعني شهادة حسن سير وسلوك؟ أن تأتي بربارة ليف مساعد وزير الخارجية الأمريكي وتقول إنه العراق فيه، يعني تعطي كم كلمة، والعراق فيه تطور إيجابي، هذا التطور ملموس، غير ملموس، غير واضح. أما أن تؤيد السفيرة الأمريكية اللي راح افتتحت محل الحلويات بماركة أمريكية وتعتبر هذا إنجازاً، أو تعتبر افتتاح المولات والمطاعم في العراق اللي زادت عن الحد المعقول هو هذا الإنجاز، هذه مشكلة كبيرة. والبعض يعتبر الإنجاز يعني مثل الإعلامي يقول إنه إنجاز كبير تحقق لهذه الحكومة، لأنه يعتقد أنه القصف اللي كان تقصف به المنطقة الخضراء السفارة الأمريكية قد توقف، ولا يدرك أو يدرك أنه الميليشيات التي كانت تقصف فيها من تشكل الحكومة وهي من رجحت الحكومة. بالتالي أنت أمام واقع الحال. من يؤكد واقع الحال؟ عندما يكتب البنك الدولي يعني تقريرا تحت عنوان المناخ والتنمية ويكتب عن العراق بأنه دولة فاشلة خسرت كل مقوماتها بهذا الشكل، يكتب عن النفط ايش قد مساهماته، ويكتب عن امور كثيره تؤكد ان العراق ذاهب الى المجهول، ذاهب الى الخراب، الى الدمار. هذا واضح من القضيه. وهذا البنك الدولي ليس بنكا عاديا، هذا مؤسسه فيها خبراء، يعني هو حتى يكتب هذا التقرير جاب 50 من الخبراء من كل الاختصاصات، وجاب 20 من خبراء عراقيين أيضا دخلهم معاهم، 70 خبير في كل الاختصاصات كتبوا عن هذا الموضوع، فبالتالي لديه صورة واضحة عن الوضع في العراق. نتحدث عن النقاط ضمن هذه الصورة السوداوية. مساء الخير دكتورة هدى. مساء الخير عليك أستاذ ماجد وعلى ضيفيك الكريمين.
الحقيقة التقرير يتحدث أن العراق أصبح بعد العام 2003 من أسوأ البلدان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو دولة هشة مثل سوريا واليمن وما إلى ذلك، وسجل مراتب متدنية جدا في 4 مؤشرات للحوكمة ذات صلة بالقدرات المؤسساتية كما جاء في نص التقرير: الفعالية الحكومية، الجودة التنظيمية، سيادة القانون، والحد من الفساد. لماذا هذا التسجيل المتدني والمنخفض وفي القاع المزمن في مؤشرات الحوكمة الذي لازم العراق الجديد بعد عام 2003؟ نعم، شكرا لك أستاذ ماجد. يعني في الحقيقة اللي ذكرت حضرتك هو نضعه تحت اصطلاح القدرات المؤسسية، بمعنى اللي هو باللغة الإنجليزية state capacity، يعني بمعنى أن الدولة كم لها من قدرة تستطيع أن تعمل على إدارة مواردها، وبالتالي على تمشية وتسيير السياسات الاقتصادية بشكلها الصحيح. هنا يتطلب أن يكون يعني تحمل هذه الفكرة اللي هي مؤشرات الحوكمة اللي ذكروها الأربعة اللي نتراجع العراق فيها، تحمل أيضا أبعاد ثلاثة هي في كيفية ضمان الأمن الداخلي والخارجي للبلاد، وفي كيفية الاستفادة من الموارد المالية في داخل البلد، وأشار ويعني يدخل من ضمنها الضرائب في كيفية التعامل معها أيضا، وكذلك جودة المؤسسات التنظيمية، أي كيف لهذه المؤسسة أن لها أن يكون أي مؤسسة كانت في داخل الاقتصاد العراقي كيف أن تكون منظمة، وكيف لها أسلوب في التعامل، سواء أسلوب التعامل مع الهياكل الاقتصادية الأخرى، المؤسسات الأخرى، أو حتى مع المواطنين. فهنا نجد أن يعني هذه التعامل أو هذه القدرات المؤسسية تحتاج طبعا إلى معرفة علمية، وليس فقط إلى يعني إدارة من قبل أشخاص هم بعيدي عن الواقع الحال الصحيح العلمي. هنا أقصد العلمي، يعني يجب معرفة كيفية التعامل مع الحدث بوقته، يعني على سبيل المثال اتخاذ القرار الصحيح. وقد نجد يمكن القرار الصحيح نربطه في هذا انخفاض وارتفاع قيمة الدينار العراقي، يعني هذه القرارات التي كانت متخذة في الوقت السابق وفي الوقت الحالي على الأساس أنه تم تعديله ورجع مرة ثانية بالأخير الآن ينخفض الدينار العراقي، هذا جزء من القدرات المؤسسية وجزء من صناعة الحوكمة في العراق اللي هي متراجعة لأنها لا تبنى على أسس علمية، وبالتالي هي بعيدة كل البعد عن المعرفة العلمية. هنا تتضح بشكل واضح كيفية التعامل مع هذه اللي ذكرتها حضرتك اللي هي المؤشرات الأربعة، وبالتالي وجود العوامل الأخرى اللي هو الفساد واللي هو عدم استطاعة المعرفة والتحكم بالأسواق في كيفية اتخاذ القرار في مجال المحافظة على أسعار السلع والخدمات. يعني هذه المجموعة برمتها كلها هي التي تبين القدرات المؤسسية للدولة، وبالتالي هي التي تستطيع من خلالها الدولة أن تسيطر وتصبح لديها مؤشرات صحيحة، ويمكن ذاك الوقت عندما تسيطر عليها تستطيع المؤشرات الدولية أن تضعها في مجال أعلى من المجال الذي ذكرت حضرتك الآن. إحنا الآن تقريبا ويا اليمن ويا الصومال ويا هذه الدول ويا دول جنوب أفريقيا، إحنا المؤشرات أو تصنيف العراق في ضمن هذه المؤشرات اللي هي جدا مهمة، والتي هي مثل ما ذكر أستاذ دكتور رافع بالنسبة إلى تقودنا إلى الدولة الفاشلة وتقودنا إلى الاقتصاد الهش وإلى آخره من هذه المصطلحات التي هي تقع تحت القدرات المؤسسية. وجود عدم ارتباط ما بين الاقتصاد والقانون والذي يؤدي بنا إلى الاقتصاد المؤسسي، هذا هو خلل جدا كبير في عدم وضع أو صياغة قوانين صحيحة لمجمل الأمور الاقتصادية، منها قانون الاستثمار ومنها أمور أخرى التي هي تؤدي إلى تثبيت الاقتصاد وبالتالي تمنعه من الانحدار نحو الهاوية، وبالتالي عدم الاتزان والتوازن. وهذا ما نراه في الوقت الحاضر، أنه مهما تم اتخاذ قرارات أو مهما جاءت قرارات سواء ما ذكر
في الورقة البيضاء إلى آخره، أو في الخطط من 2018 إلى 22 الخطط التنمية الاقتصادية، ولكن لا جدوى لأنها لم تطبق، وبالتالي كانت متراجعة كلتها المؤشرات، وكان العراق متراجع عن تحقيق حد أدنى من التنمية الاقتصادية في هذا الوقت. نعم. مساء الخير أستاذ زياد. أهلا وسهلا أستاذ ماجد، تحية طيبة لك وللضيوف الكرام وللمشاهدين. أهلا وسهلا. في التقرير جاء ترجيح البنك الدولي يرجح بقاء العراق تحت خط الفقر 3.2 بالعشرة بين العامي 2025 و2040. ما هي المؤشرات الاقتصادية التي استند إليها البنك الدولي في إطلاق هذا الترجيح أو التوقع؟ نعم، تحية طيبة مجددا. في مثل هذه المسألة، واحنا اذا نرجع لموضوع اعداد هذا التقرير المهم الحقيقة، واللي استنزف الكثير من الوقت والكثير من الجهد من ثلاث مؤسسات دولية تعنى بالتنمية وبالاستثمار وبالتمويل. هذه المؤسسات الحقيقة ركزت على قطاع واسع من الدول، وليس يعني العراق فقط، لكن في هذه المسألة ربما تميز العراق بهبوط مؤشراته في ملفات مثل ما ذكرت، موضوع الحوكمة، موضوع الفساد، موضوع الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية لخلق بيئة مستدامة. هو هذه المسألة الرئيسية الحقيقة، أو العنوان الرئيسي اللي ممكن نضعه لهذا التقرير. مسألة تقدير أن العراق أو جزء كبير أو جزء من المجتمع العراقي سيكون تحت مستوى الفقر حتى عام 2040 الحقيقة مرتبط بالعوامل الأخرى التي على رأسها مسألة سوء الإدارة الحكومية، سوء إدارة الموارد التي يعني متحققة من مبيعات النفط، ريعية الدولة، موضوع استشراء الفساد، ضعف النظام القانوني والالتزام بموضوع القانون. هذه من المؤشرات اللي أشار هذا التقرير. هذه الحقيقة كلها لها انعكاسات مباشرة على الوضع الاقتصادي للبلد، على الحالة المعاشية للبلد، على القطاعات، على يعني توفر الوظائف، على المستوى الدخل بالنسبة للمواطن والفرد العراقي. هذه كلها الحقيقة من خلال إحصاءات وحسابات ومجسات موجودة الحقيقة داخل العراق يمكن استقراء ويمكن يعني تحديث او تحديد قراءات او احصاءات تنبؤيه تحدد متى يمكن يعني يصل العراق ربما الى مستوى من التنميه المستدامه. حسب هذا التقرير انه ربما في عام 2040 ان تحركت عجله التنميه هذه الفترات ممكن ان يصل العراق في عام 2040 إلى مستوى تنمية مقبول ومستدام، لكن لحد هذه اللحظة الحقيقة لا نشاهد مؤشرات حقيقية. نعم هناك كلام في الإعلام وكلام من قبل الحكومة، لكن خطوات فاعلة، خطوات على الأرض لم نجد حقيقة. ولذلك تقدير عام 2040 أجده حقيقة متفائل، وربما قد تمتد المسألة إلى أبعد من ذلك. نتحدث عن مشاريع استراتيجية تحتاج من 10 إلى 15 أو 20 سنة لتحقيقها. نحتاج إلى فتح المجال للقطاع الخاص، نحتاج لإعادة النظر في كيفية الاستفادة من الموارد الموجودة داخل العراق. هناك الكثير الحقيقة من الملفات يجب على هذه الحكومة والحكومات اللاحقة التعامل معها بشكل عاجل، حتى يعني إن كانت تريد فعلا إخراج العراق من عنق الزجاجة. نعم. حتى مع هذه الإيرادات المالية الهائلة المتأتية من بيع النفط، هناك حديث عن مليارات الدولارات العراق يتحصل عليها سنويا، حتى مع هذه الموازنات الانفجارية العراق أو قسم من المجتمع سيبقى تحت خط الفقر؟ نعم أستاذ ماجد، ربما من الملاحظات التي ذكرت هي أن العراق يعاني من حيز مالي ضيق. هذه هي ربما بيت القصيد في هذه المسألة، أن العراق رغم الإيرادات التي يعني يتم تحقيقها من مبيعات النفط، لكنه يعاني من فقر في مسألة تنوع الموارد. لدى العراق مورد رئيسي واحد ألا هو النفط. هذا النفط يباع ثم يتم يعني إساءة إدارته داخليا من خلال تبييده، من خلال موضوع الفساد، من خلال مزاد العملة، لا يتم إدارته وتوزيعه بطريقة عادلة. إدارة الثروات الحقيقة مهمة، ليست بالسهلة. الحكومات الفاسدة الحقيقة دائما يعني تخفق في هذه المسألة.
تفتح أبواب كثيرة للفساد ولسرقة أموال المال العام، ويكون النتائج كارثية ووخيمة على المجتمع العراقي. هي هذه المسألة، يعني ليست بالضرورة أن العراق يبيع كميات، يعني مبالغ ضخمة، يستحصل مبالغ ضخمة من مبيعات النفط، أنه بشكل مباشر أن الشعب العراقي أو الفرد العراقي سيتنعم بهذه المسألة. وتجربة 20 سنة الماضية خير دليل على ذلك. نعم دكتور رافع، الحقيقة الحديث يجري الآن على حكومة السوداني أنها كانت حكومة مختلفة، أنها حكومة ربما تتعظ استفادت من تجارب الحكومات السابقة. يعني الإطار التنسيقي الحكومة تنتمي إلى الحقيقة يقول حكومة السوداني مختلفة تماما عن الحكومات الأخرى، ولها الحقيقة سجل إيجابي أنها لم ترتكب أخطاء كما ارتكبتها الحكومات السابقة، لديها مساهمات ونجاحات في ملف الخدمات والتعيينات وحل المشاكل السياسية، وهي بعمر 7 أشهر، وليس من الإنصاف الحكم عليها حكم نهائي بهذه الفترة الزمنية القصيرة. هي قد قامت بإجراء حققت نجاحات لم تحقق في الفترة السابقة، فلذلك يجب الصبر عليها. أولا أستاذ ماجد، عندما يتحدثون عن نجاحات الشعب العراقي والناس كلها تسأل ما هذه النجاحات، يعني ما شكل هذه النجاحات التي تحققت لكي يقال أن العراق خرج من دائرة معينة وانتقل إلى دائرة أخرى أو انتقل إلى خطوة أخرى؟ ما هي؟ لا يوجد شيء حقيقي، هناك تطبيل، هناك يعني ظاهرة صوتية إعلامية فقط، والوضع نفسه. لماذا نفسه؟ أقول لأنه نفس القوى التي ساهمت بالعملية السياسية من عام 2003 لحد الآن هي نفس القوى نفس التي تحكم العراق الآن، يعني هو الإطار التنسيقي بكل ميليشياته وأحزابه وقواه، هذا هل هو جديد؟ هل تأسس اليوم؟ أم هو من 2003 هو الذي يحكم؟ هذه نفس الوجوه ونفس الفكر ونفس الإطار ونفس إطار العملية السياسية الحاكم للعراق هو نفسه. أنت تقيس على البيئة الموجودة، على الإطار الموجود، على المناخ الموجود، وتقيس على ذلك هذه البيئة، هذا المناخ، هل هو مساعد على نمو شيء جديد جميل يفيد الناس؟ في هذا السياق، في هذا القياس، ستجد أن الوضع لم يتغير، بالعكس الوضع أسوأ الآن. يعني عندما نتحدث عن كل حديث الأخوة الدكاترة اللي تحدثوا عن الاقتصاد، يدل الواضح الحديث الواضح أن هناك مثلما النجاح تراكمي، هناك الفشل أيضا تراكمي، هذا الفشل الخراب تراكمي أيضا. 20 سنة أنت استنزفت كل البنى التحتية للعراق، الآن تحتاج إلى بناء جديد، إلى إعادة بناء كل البنى التحتية في العراق. هذه تحتاج إلى أموال، تحتاج إلى خبرات، تحتاج إلى قدرات، تحتاج إلى زمن، تحتاج إلى بيئة ومناخ مشجع على هذه القضية، تحتاج إلى استثمارات، هذه كلها غير متوفرة في العراق. الفكر غير متوفر في العراق، الفكر الذي يقود هذا غير متوفر. يتكلمون عن نجاحات، يتكلمون عن تعيينات جديدة، هو العراق محتاج إلى تعيينات جديدة؟ يعني لدينا 6 ملايين موظف يأخذون 70% من الموازنة، هذا نعتبره نجاح؟ هذا نعتبره فشل، قمة الفشل. وهذا ما يتحدث به، يعني عندما يتحدث التقرير عن النفط كمثال، النفط مادة ناضبة ومادة سعرها ممكن أن يتغير، إذا ما تغير سعر هذا النفط، هذه المادة سينهار كل شيء، لن تستطيع حتى أن توفر رواتب للقطاع العام، للقطاع الدولة، توفر لهم رواتب. دكتور اسمعنا نكمل لأنه عندنا فاصل، بعد الفاصل نكمل هذه النقطة إن شاء الله. نتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود لإكمال النقاش مع ضيوفنا في طاولة حوار لهذه الليلة، رافع الفلاحي وهداب فالح الكوبيسي وزياد الهاشم، بعد الفاصل نعود. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم، غائبون لا صوت لهم. بلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا، حتى استغاث منهم تراب الرافدين.
لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيد ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار. تبحث هذه الحلقة في تقرير البنك الدولي عن التنمية والمناخ والفشل العام في العراق. ضيوف طاولة الدكتور رافع الفلاحي وداب الفالح الكوبيسي وزياد الهاشمي. دكتور، في النقطة اللي توقفنا عندها قبل الفاصل. نعم، الحقيقة يعني النفط مادة، نعم، يعني لا يمكن اعتبارها دائمية، مادة مؤقتة لتمويلك، قد تنضب، قد أسعارها تختلف، قد الناس الآن في الدول العالم تجد وسائل الطاقة أو مواد للطاقة جديدة بديلة، تتغير الأمور، نعم، فبالتالي أنت ستنهار. أنت تنمية لم تصنع تنمية في البلد، لم تصنع موارد أخرى تدر عليك أموال، لا زراعة ولا صناعة. قبل يومين يتحدث رئيس الجمهورية الحالي يقول عندنا 15,000 معمل ومصنع غير متوقفة، هو العدد أكبر من هذا، ربما أكثر من 176,000 معمل ومصنع، قطاع عام وقطاع مشترك وخاص، كلها توقفت وانتهت. فأنت حتى تعيد الصناعة مثل ما يقول وزير رئيس الوزراء الحالي يقول سنعيد الصناعة، كيف ستعيد الصناعة؟ الصناعة تحتاج إلى مقومات كثيرة حتى تعيدها. أنت الآن صفر بالصناعة، يجب أن تعيدها، يجب أن يعني تنشئ أو تصنع بنى تحتية، والبنى التحتية تحتاج إلى طرق، تحتاج إلى قدرات، تحتاج إلى كهرباء، إلى موارد طاقة، كل هذه ومصانع تكلف مليارات الدولارات، هذا كله، وحتى تنتج سلع تنافس في الأسواق وهي أحسن من سلع الآخرين وأقل كلفة وتستطيع أن تلغي، هذا كله كلام إنشائي، هذا جزء من اللي يعتبروه تغير، كلام، ظاهرة صوتية. لذلك نحن أمام ظاهرة صوتية الحقيقة، ظاهرة مؤذية جدا الآن، أكثر من أذى الآخرين، لأنه الكل يتحدث الآن حكومة جيدة وعطوها فرصة، هذا كلام غير صحيح وغير مقبول، لأنه يعني الإطار نفس الإطار الذي جاء بالحكومات السابقة هو من جاء بهذه الحكومة، نفس الفكر، نفس التوجهات، نعم، نفس القدرات، كلها محكومة بها، فبالتالي العراق دولة فاشلة والفشل تراكمي. دكتورة هداب، التقرير تطرق طبعا لنقاط كثيرة، ومنها مثلا مشكلة قطاع الزراعة اللي شبه منهار كبقية القطاعات الأخرى في العراق. هذا القطاع استمرار انهياره بالذات، يعني قضية القطاع الزراعي، تداعيات استمرار هذا القطاع مع ندرة المياه، مع هجرة الأيدي العاملة الزراعية من الريف إلى المدن الكبيرة، على ما يسمى بالأمن الغذائي أو أنظمة الصناعات الغذائية في العراق، مخاطرها، تداعياتها. نعم صحيح، يعني خليني أعرج أول شيء على نقطة أساسية مهمة أستاذ ماجد، وهي العاملين في القطاع الزراعي من جهة، والناتج وتسجيل القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي نسبه بين عام 20 و 21. يعني احنا نعرف في عام 20 كان الوباء الكورونا هو في أعلى درجاته، وبالتالي مع هذا كان إنتاج العراق يعني في حصته في الناتج المحلي الإجمالي من القطاع الزراعي 5.12%. يعني هل 5 بدل ما نحافظ عليها ونزيدها، اللي صار هو انخفضت هذه الخمسة، وبالتالي يعني أصبحت 3.18 في عام 2021. هذا من جهة إنتاج القطاع الزراعي وحصته في الناتج المحلي الإجمالي. زين، نأتي أيضا حتى نحل هذه المشكلة، وبالتالي حتى نحل نخلق قوة شرائية ونعمل على زيادة دورة الدخل، وبالتالي على تشغيلها وإحداث ميكانيكية في مجمل الاقتصاد العراقي، يجب أن نفكر هنا في أيضا في الأيدي العاملة في القطاع الزراعي. الأيدي العاملة في القطاع الزراعي كانت يعني في 2020 9% حوالي، في 2021 أصبحت نحو 8%، أي
انخفض عدد العاملين في القطاع الزراعي، وهذا كله يعني يأخذنا إلى نقطة أساسية مهمة، أن تراجع الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الزراعي وبالتالي تراجع عدد العاملين، إذا نحن أمام مشكلة أساسية كبيرة، لا نستطيع أن نعتمد على النفط مثل ما أيضا ذكر دكتور رافع، وبالتالي مسألة الاعتماد عليه مسألة ليست صحيحة. إذا يجب أن نفكر بالتنويع الاقتصادي، والتنويع الاقتصادي هو جزء من القطاع الزراعي. القطاع الزراعي اليوم إحنا نعاني من مشكلة اللي حد هذا يومنا هنالك ندرة في المياه، ارتفاع في درجات الحرارة، وبالتالي هذا كله يؤدي إلى تقلص الإنتاج الزراعي، ومن ثم ارتفاع أسعار سواء بالنسبة للمنتج أو بالنسبة للمستهلك. يشار إلى أن أي زيادة في أسعار ما بين 10 إلى 20% في أسعار السلع وخاصة السلع الزراعية طبعا ستكون مؤثرة بالدرجة الأساس على الطبقة الفقيرة، لأن هؤلاء أي هذه الطبقة مجمل مداخيلها تعتمد بالدرجة الأساس على شرائها وتبضعها اليومي لسد قوتها اليومي. إذا هذا إذا انخفض معناها إحنا رح نحصل على شيء أيضا أشارت إليه التقارير الدولية، سيزداد الفقر 4% عن ما هو نسبه في الوقت الحاضر. هذا يدل أيضا أننا وذكرت حضرتك في السؤال السابق يعني لماذا أنه سيستمر الفقر ولماذا سيستمر إلى عام 2040 تحت خط الفقر كالدولارات و20 سنت إلى آخره. تلك هي مشكلتنا، نحن لا نعمل على حل المشكلة في وقتنا الحاضر، وإنما نعمل على استزادتها أو تركها وإهمالها، وبالتالي تصبح لدينا المشكلة يوما بعد يوم أكبر مما كانت عليه، بدل من حل المشكلة وإيجاد سبل كفيلة في حل الاقتصاد الوطني، إحنا هنا نوجد مشكلة من قبلنا لأننا لم نحل مشكلة المياه. نعم. ولم نحل طريقة الإرواء، ولم نحل نوعية المحاصيل التي واضح. يعمل على إنتاجها المزارع. بالتالي هذا كله أدخلنا في فقرة أهم أيضا مهمة جدا، ما يسمى بزراعة الكفاف، أي أن هنالك فلاحين سواء من العنصر النسائي أو الرجالي يعتمد هؤلاء أساسا على فقط الاكتفاء الذاتي، ولذلك أطلق عليها بزراعة الكفاف. وجد أن النسبة 88% للرجال و85% بالمئة للنساء العاملين في القطاع الزراعي هم لا يحصلون على دخول، فقط لاكتفائهم الذاتي. نعم. شكرا أستاذ زياد. الحقيقة هذه النقطة أنت أشرت إليها يعني ربما عبورا، لكن قد نتوسع فيها. يذكر التقرير أن العراق ذو حيز مالي الحقيقة ضيق على الرغم من كل هذه الإمكانات الهائلة، الإمكانيات المالية الهائلة، ويتحدث عن قدرات محدودة وفجوات تنموية كثيرة. اقتصاديا ما معنى هذا الكلام؟ نعم، بالنسبة للحيز المالي الضيق ربما ذكرته. نعم. عادة يعني في الاقتصادات يعني الدول التي تحترم نفسها بين قوسين تعمل على تطلعات الشعب، على خلق يعني اقتصاد مستدام، تعمل على تنويع مصادر الدخل، لا تكتفي بمصدر دخل رئيسي حتى لو كان هذا المصدر يوفر عائدات ضخمة. مثال واضح دول الخليج العربي، السعودية، الإمارات، قطر وغيرها من الدول، هذه لديها مصدر مشابه للمصدر العراقي اللي هو المصدر الطاقة، مبيعات النفط أو الغاز، لكن مع ذلك تحركت هذه الدول مبكرا منذ الثمانينات الحقيقة، وحتى من قبل يعني من بداية نهاية السبعينات تحركت على العمل على استثمار عائدات النفط عفوا او الغاز، انشاء صناديق سياديه، انشاء يعني مشاريع تنمويه استراتيجيه. هذه الدول اليوم بدات تتحرك ولعب ادوار عالميه الحقيقه ودوليه في مساله التصدير. السعوديه اليوم هي اكبر مصدر من منتجات التحويله في العالم من خلال شركه سابك. هذه الحقيقه تعطينا يعني امثله ان كيف تتعامل الدول الريعيه التي يشابه نموذج الاقتصادي النموذج العراقي، كيف تتعامل في اداره موارده. العراق لحد الان في هذه المساله الحقيقه لديه محدوديه وضيق في هذه المساله، اعتماد عالي ويعني معوليه عاليه على مبيعات النفط، اي مشكله في سوق النفط، اي اشكاليه في مساله تصدير النفط، هذه تنعكس بشكل مباشر
على الواردات وبالتالي على الاقتصاد العراقي. القدرات الحكومية المحدودة، أعتقد هذه المسألة كذلك شخصها التقرير في يعني فقرات أخرى. هي عندنا مشكلة يعني انتشار الفساد، مسألة ضعف تطبيق القانون. هذه من الحقيقة من المعوقات الكبرى أمام أي حكومة، حتى لو كانت هذه الحكومة لديها نوايا وخطط عمل فعالة ستعيق عمل هذه الحكومات. اليوم العراق الحقيقة القانون يعني معطل، وهناك عرقلة لتطبيق القانون، مسألة العدالة مثل ما تعرفون ربما تحدثت عليه، مسألة سوء الأداء الحكومي والإدارة الحكومية. اليوم الدول تتسابق الحقيقة فيما بينها في تطبيق يعني نماذج جديدة ويعني تطبيقات جديدة، إدارية جديدة لتقليل الهدر، لتقليل الوقت، تقليل الجهد، لضغط الكلف حتى يتم إنجاز مهام الدول. العراق اليوم الحقيقة يعمل بنموذج متقادم، لذلك كانت هذه المسألة من ضمن التوصيات. المسألة الأخرى، هناك الفجوة التنموية. العراق اليوم الحقيقة رغم هذه المبيعات لم يفسح المجال. استاذ زياد، خلينا اذا سمحت ناجل قضيه الفجوه. نعم. التنمويه. نعم. هذه التقارير التي تصدر من الاقتصاديين العراقيين، تصدر من مؤسسات دوليه رصينه ومعتبره، وتقدم هكذا دراسات تفصيليه. نعم. عن الحاضر، عن الواقع واستشرافها، اذا لم يستفد منها لماذا تصدر مثل هذه التقارير منذ 20 عاما ونحن نسمع عن هكذا تقارير في الاقتصاد وفي غيرها لم تستفد منها كل الحكومات التي عاقبت على حكم العراق خلال العقدين الماضيين؟ ما الفائدة منها؟ ما الجدوى منها؟ نعم، يعني بالتأكيد هذا التقرير ليس الأول ولا أعتقد أنه سيكون الأخير. الدافع الرئيسي حسب رأيي بالنسبة لهذا التقرير، هناك يعني مسألتين. المسألة الأولى هي مسألة إدارة الموارد الطبيعية بشكل فعال، هذا الجانب الأول. الجانب الثاني تتعلق بموضوع الحماية البيئية وحماية المناخ. هذه النقطتين، النقطة الأولى موضوع إدارة ملف الطاقة، اليوم نتحدث عن تحولات كبيرة على الساحة الدولية والاهتمام والحاجة الملحة في موضوع طبعاً الطاقة. طبعا التقرير ذكر زياد، ذكر أن نقدم مساعدة مالية أعتقد 360 مليون دولار لعملية معالجة أو توظيف أو الاستفادة من الغاز المحروق، لكن أيضا أهدرت هذه الأموال، أهدرت وبقي العراق كما هو. نعم، هذه بالتأكيد هذه تأتي في سياق الفساد المستشري والمزمن الذي يعني يسيطر على مفاصل كثيرة ويعني قطاعات كثيرة داخل العراق. لذلك هناك اليوم الكثير من المؤسسات الداعمة والمانحة الدولية لديها تردد كبير في التحرك على موضوع تقديم مساعدات او تقديم دعم مالي لموضوع يعني مشاريع او تنمية المشاريع داخل العراق. هذه مسألة مهمة. العالم اليوم ينظر للعراق انه مصدر مهم للطاقة، سواء النفط والغاز مستقبلا، لكن يراه الحقيقة احد مصادر التلويث او التلوث في العالم. في عام 2040 ذكر التقرير بشكل واضح أن العراق سيحتاج إلى 233 مليار دولار، يعني لاحظ الرقم 233 مليار دولار، حتى ينهض بصناعته وتكون هذه الصناعة مطابقة للمعايير الدولية بما يتعلق بحماية البيئة وبما يتعلق بموضوع الاستدامة وغيرها. بمعنى أنه العراق اليوم ليس مطالب فقط بإنشاء الصناعات والتنمية، إنما يجب أن تكون صناعته وإنتاجه وعمليات التصنيعية والتجارية مطابقة للمعايير الدولية. بمعنى أن خلال عام 2040 حتى لو فرضنا أن العراق بدأ ينتج ويصدر، يجب أن تكون سلعة مطابقة لهذا، أو يتعرض لتعرفة أو لكلف إضافية قد تجعل البضاعة العراقية والمنتج العراقي لا ينافس أمام السوق يعني في السوق العالمية. لدينا اليوم البصمة الكربونية، تتنافس الشركات والدول على تقديم يعني أقل بصمة كربونية لمنتجاته. العراق اليوم بعيد جدا، لذلك لدى العراق الحقيقة يعني مستقبل يحتاج أن يتحرك عليه، وميزانية ضخمة 233 مليار دولار الحقيقة، هذه مسألة يحتاج النظر بها. لذلك مجبر الحكومة الحقيقة للاطلاع على هذا التقرير وأخذ الكثير من الملاحظات عليه ومحاولة التحرك من الآن. نروح للدكتورة هداب ونختم ويا دكتور رافع الفلاحي. دكتورة هداب، ما المطلوب الآن ويانا دكتورة هداب؟ دكتورة هداب تسمعني؟
نعم أسمعك. نعم، ما هو المطلوب حكوميا لسد الفجوات التنموية التي أشار إليها تقرير البنك الدولي في ضوء حاجة العراق لاستثمار للتمويل على المدى الطويل وسماها مكافحة أصحاب الدخول المنخفضة؟ ما هو المطلوب حكوميا لردم هذه الفجوات بس باختصار؟ نعم صحيح. نعم يعني هذه الفجوات التنموية وذكرها أستاذ زياد قال يعني بأنه من الآن إلى حد سنة 2040 إحنا في حاجة إلى 233 مليار دولار حتى نستطيع على ردم هذه الفجوات التنموية. ردم هذه الفجوات تحتاج إلى حتى أن نصل إلى ما يسمى بالاقتصاد الأخضر، أو بما يسمى إلى أننا نمتنع أو نتوقف عن حرق الغاز، وهذه العملية إلى الآن لم نستطع أن نضع لم يستطع العراق أن يضع الحلول اللازمة لها. وأشار التقرير الدولي في هذا الخصوص بأنه حتى في اتفاقية إطار عمل بهذا الخصوص في 2018 إنه مساهمة العراق كانت جدا بسيطة، وبالتالي يعني لم تتعدى سوى مذكرات التفاهم وبعض النوايا الحسنة مع بعض الجهات، وبالتالي أيضا لم تحقق نقاط مهمة في عملية حل هذه المشكلة. وبالتالي أن التنمية تحتاج إلى أن تكون لديك بيئة نظيفة، والبيئة النظيفة تحتاج إلى أن تعمل على التخلص من هذا ما يسمى بالكربون وإلى آخره، وكيفية التوقف عن حرق الغاز إلى آخره. يعني إذا إحنا هنا أمام مشكلة، مشكلة هو كيف نستطيع أن نعمل على خلق اقتصاد أخضر بالاعتماد على الطاقات البديلة والطاقات المتجددة من جهة، ومن جهة أخرى المواءمة في هذه العملية ما بين القطاع العام والقطاع الخاص حتى نستطيع أن نحصل على مداخيل معقولة ومنطقية من قبل أنه سياسة تضعها الدولة. وهنا سنرجع إلى القدرات المؤسسية للدولة، لأنه لا توجد قدرات مؤسسية بشكل علمي يتم تطبيقها، فبالتالي أصبح لدينا فجوة حتى في الدخول. هنالك يشار أيضا، يشير التقرير إلى أن هنالك بعض الخريجين ينتظرون لفترة زمنية طويلة حتى ينتظرون إلى شواغر في القطاع العام، لأن وجود بعض الوظائف في القطاع العام أعلى من القطاع الخاص بنسبة 37%، وبالمقابل هنالك بعض الوظائف في القطاع الخاص قد تكون هي أفضل من القطاع العام، ولكن كلنا نعلم القطاع الخاص لا يوجد فيه قوانين صحيحة يستطيع الموظف أو الشخص العامل أن يثبت حقوقه من خلالها. هنا أصبحت هذه المشكلة. المشكلة الأخرى أن يشير التقرير إلى مشاركة المرأة في العمل في العراق لا تصل نسبته سوى 14%، وبالتالي أيضا هنا أدى إلى انخفاض المداخيل للعائلة وعدم تحقيق توازن في مجمل الدخول الداخلة إلى العائلة الواحدة. هذا كله أدى إلى أنه فجوات، أدنى لدينا فجوات في مسألة الدخول وفجوات في التنمية الاقتصادية. لا زلنا لا نستطيع أن نعمل على حل المشكلات الزراعية والصناعية، وبالتالي كل ما يجب أن نعمل على إنتاجه من مواد غذائية داخلية في داخل البلد لا يتم استيرادها من الخارج. لا زالت هذه العملية مؤخرة أو لا زالت لم يتم تطبيقها، وبالتالي كل ذلك يؤدي إلى ارتفاع السلع وعدم وصول العراق إلى السقف الصحيح حتى يلبي البطاقة التموينية. كانت هي تلك المشكلة للعراق وللعائلة العراقية التي ستبقى معه. وكما أشار التقرير إلى عام 2040 لدينا هنالك مشاكل في حل الفقر وفي سد الفجوات التنموية وإلى آخره من المشاكل الاقتصادية التي لا يمكن إيجاد لها الحل في الوقت الحاضر، لطالما لا يوجد تخطيط علمي صحيح ولا توجد لدينا إلى الآن قدرات مؤسسية علمية صحيحة. من هذه النقطة اللي أشار لها دكتور هداب، الحقيقة دكتور المراقبون يقولون أنه كل المنهاج الحكومي لكل الحكومات التي توالت على حكم العراق الحقيقة المنهج واحد وغير متوقع له النجاح لأسباب كثيرة. هناك فجوات كبيرة، هناك خلل كبير في المنهجية الحكومية في المنهج الحكومي، وغياب توقيتات زمنية لإنجاز كل ملف. هناك عشوائية في كل الملفات أو المفاصل تتحدث عنها أو قالت أنها ستعالجها الحكومات المتعاقبة.
وبالتالي لم يكن هناك نجاح متوقع لكل الحكومات، هذا نوع من العبث والتضليل كما يقول مراقبون. نعم، وهذا واقع الحال، وهو هذا يجيب على سؤالك نفسه اللي سألته الأستاذ زياد قبل قليل، قلت له لماذا البنك الدولي الآن يكتب مثل هذا التقرير، ويكتبون كثير من المؤسسات تكتب مثل ولا يستفاد منه في العراق. لا يستفاد منه. نعم. أنا أقول لك من الناحية السياسية لماذا يكتب البنك الدولي مثل هذا التقرير. البنك الدولي ليس مؤسسة مستقلة، ليس مؤسسة اقتصادية مالية تتعامل بالمال والأموال والاستثمارات وخلص، مؤسسة مملوكة لقوى عالمية ولها الولايات المتحدة والغرب، وتمثل أداة من أدواتها حتى في إحكام سياسات معينة كثيرة. ونعرف البنك الدولي ماذا يعني أن يكتب مثل هذا التقرير، هذا يريد أن تريد أمريكا أن تقول من خلال هذا التقرير، من خلال البنك الدولي، تقول أن التجربة التي صنعتها في العراق تجربة كانت إطارها ناجح، لكن تنفيذ هذه التجربة داخل العراق كانت فاشلة بهؤلاء. والحقيقة أنه المشروع كان فاشل، والتنفيذ أيضا فاشل بكل فكرا ومنهجا وأدواتا. نعم، قد يكون، وهذا واقع، مو قد يكون، بالتأكيد كمشروع احتلالي للعراق وماذا كانوا يريدون من العراق هو ناجح من وجهة النظر الأمريكية، لأن وين وصلت العراق؟ هذا كانوا يريدون أن يصل العراق إلى هذا المستوى. أما على المستوى العملي بالنسبة للعراقيين، بالنسبة للعراق، بالنسبة للمنطقة، مشروع فاشل جدا جدا، وكل الأدوات التي استعملت لحماية هذا المشروع أو لإدامة هذا المشروع هي أدوات ساعدت في نجاح هذا المشروع أمريكيا، لكن فشل عراقيا، فشل لصالح العراق، فلذلك تراكم الفشل، تراكم الخراب، تراكم الدمار. البنك الدولي يريد أن يقول أنه إحنا ما عندنا مسؤولية، أمريكا ليست مسؤولة، سوت مشروع لكن العراقيين هم اللي خربوا هذا المشروع، ولذلك أي حكومة ستأتي نفس الطريقة، نفس المنهج، نفس التفكير، نفس الرؤى، والخراب واحد ومستمر. لذلك واحدة من النقاط التي قالتها الدكتور هداب فقط في هذه النقطة، قالت أنه سنوياً يزداد الفقر 4%، وهذا رقم خطير. نعم. يعني إذا ما حسبنا إلى سنة 40%، يمكن 80%، أكثر من 3/4 الشعب العراقي تحت خط الفقر. هذه كارثة كبيرة مع انخفاض أسعار النفط. شكراً. مع تدهور هذه القضايا كلها. شكراً. في ختام هذه الحلقة لم يتبقى لنا إلا أن نشكر ضيوفها، وهم كل من الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي هنا في الاستوديو، وكانت معنا أيضا الدكتورة هداب الكوبيسي، هداب فالح الكوبيسي، الأكاديمية والباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية. وأيضا نشكر ضيفنا من لندن الخبير الاقتصادي الأستاذ زياد الهاشمي، كما أشكركم مشاهدين الكرام، وإلى أن نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله.